شهدت أمانة العاصمة مسيرات حاشدة خرجت من مختلف مديريات العاصمة صباحا ومساء احتفاء بالذكرى الرابعة لثورة 11 من فبراير. وقال متظاهرون إن مسلحي أنصار الله أطلقوا النار لتفريقهم واعتدوا عليهم بالهراوات والأسلحة البيضاء وحاولوا اختطاف مصورين ومتظاهرين حسب قولهم. نتابع. الذكرى الرابعة لثورة 11 من فبراير مناسبة واحدة احتفل بها بطرق مختلفة ومن قوى متعددة وكلهم بطريقته. هؤلاء هم شباب الثورة بالعاصمة صنعاء الذين احتفلوا بذكرى ثورتهم في مسيرات حاشدة انطلقت من عدة شوارع شارك فيها أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. خرجت لاني مواطن يمني ارفع قضيه. هل انت متضامن مع الشباب؟ شباب 11 فبراير قضيه الشباب هي قضيتنا. خروج الشباب في مسيراتهم اليوم احياء لذكرى ثوره 11 من فبراير ورفضا للاعلان الدستوري وتمسكا منهم بمخرجات الحوار الوطني الذي يؤسس لدوله مدنيه حديثه ذات اقاليم. خروجنا اليوم هو استشعارا بمسؤولياتنا في مواصله مسيره تحقيق اهداف الثوره، ثوره 11 فبراير الذي اعتقد بان اليوم هو امتدادا لها، ومطالبتنا برحيل الميليشيات التي عبثت مقدرات البلاد واستولت على قدراته العسكريه والماليه. مسيرات الشباب التي انطلقت اليوم صباحا ومساء تعرضت لمضايقات وتفريق بحسب بعض المشاركين فيها. من مسيرات موازية لجماعة أنصار الله هنا لإسقاط الميليشيات الفاشية التي استبدت بنا وقمعت المتظاهرين واختطفت الشباب وسرقت الدولة. من يحتفلون اليوم بذكرى ثورة 11 من فبراير كانوا وقت انطلاقها في خيمة واحدة وساحة واحدة، واليوم يبدو المشهد مختلفا تماما مع تغير موازين القوى.